السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم جريدة أرض بلادي. كنتواجدوا في جماعة بنينصر، المقر القديم ديال البلدية ديال بنينصر تحول لحدا البشوية، المقر الجديد اللي بغى البلدية الجديدة، هذا هو المقر ديالها أنفاس الجردة. المقر القديم ديال البلديه راه ما بقاش، راه انفاس البشويه، هالبشويه هالبلديه، هالبشويه هالبلديه. المعلومات اللي ما عندوش المعلومات، ده هو المقر الجديد. السلطه المحليه تشمر للبلديه، البلديه كان بلينسا اخبار كيش باش يدير غير شي وحده صغيره باش هواري فاش كنت تسبو لاسوح لا محمد يسلم سي خالي هواري زيد خالي هواري زيد الحاج هواري ابو احمد لا لا الحاج هواري هواري خالي هواري شي بغيك تسبو لاسوح مع المجاهد يلا
طريقة شي نير مكافش دي شوية، ولكن الحمد لله فرد ما بشي خشي ودن بالإنسان إلا أربعة لما خسنا نتاقدن خاصم ليس المهم شي المواصفات اللي سنت ولا ما رد نفعنت إدريد غياسين لما كتب كرشان مارلا طاقة ميغان إداري يجيس مار الحداثة نهارا هذي كدرس كنفدر جن حديثة العاد الحور الرصيدة الحور الخدمة على نيا من المواطنين هذه اللي ندير مستوى من عيمان معنا ما ينجا نتمنى هذا الصباح من اللي مش ذا صباح الشيء وغنغكيش البلدية تظريم تغسير عهد ذا حزيم نقص الفرزيس ولكن يجي زاد تنفقران غيش نحاجة أحد البلدية للإقليم النهضوة. الجماعات لإقليم النضور المحترمين، اليوم
كتشاهدوا تدشين تاع جماعه احدى الجماعات اللي هي ملك لنا جميعا. وحنايا اللي كنعرفوا بانه رغم ان الساكنه ديال بنيصه نضلات وكافحات باش تخرج هذه المعلمه اللي ولات ديال المدينه ديال بنيصه ديال السكن ديال بنيصه، الا انه كذلك تضحيه من جميع الوجوه السياسيه ديال الاقليم ديال ناظور ديال باقي الجماعات اللي كانوا كيدافعوا على اقليم ناظور من اجل تطوير الجماعات المحليه بصفه عامه. مدينه ناظور، سلوان، بوعر، بن شيكار، الزنغان، احدادن وباقي الجماعات الاخرى، وسمحوا لي شي واحد ما ذكرتش السميه ديالو. هذا كيبين المجهود الكبير اللي كديروا الوجوه السياسيه دفاعا على اهلها وقبيلتها وعشيرتها اللي كنتميو لها كاملين. كيف شاهدتوا دابا بان في الجماعه ديال بن صار كتعطي واحد الصوره تاع جماعه متطوره. وهذه الجماعه هذه اللي تبنت دابا ستصنف في اطار الجماعات الرقميه، وهذا مجهود كبير اللي حصل فيه الشرف لهذا المجلس الحالي اللي كيتراسوا الاخ ديالنا السي حليم فوطات ومكتبه المسير الشريف اللي ناضل وقف ليل نهار باش تخرج هذه المعلمه هذه كيف قال السيد الرئيس ليس لنا فقط بل للاجيال المقبله. لهذا كنتمنى باننا غادي نتعاملوا اولا كمجتمع مدني الرئيس باش غادي ننميو المنطقه ديالنا المدينه ديالنا والنفس الباقي الجماعات الاخرى نفس جماعه الناظور ونفس جماعه سلوان اللي راهم مشاو بعيد ونتمنى واحد حنا نوصلوا لهم عن قريب العجيب. وتحياتي وشكرا وشكرا السيد. نهني مره اخرى كل اعضاء ونحيي من يشاركون معنا في جمعه تداولها في المعارضه او الاغلبيه تجد دفعه تصبح في مدينه جامعه بنصا. بالعكس تجد شخصيه تفرض نفسها محترمه ونقتبس ايضا في الاخلاق من السي حليم دائما يدفع على الزر. وكن على يقين انه كلمه يا شيخ سعيد مشكور مره اخرى على كون انه سياسي من منطقه الاقليم. لا اعتقد ولا يجب ان تزيد بدون استثناء ويحاول باش يدفع كثير من النظر كثيرين تضاهي المدن الكبرى. وغنوا ان شاء الله في ايتام بالتلاعب بان يكون شيخ قاسم تصور وجه سياسيين جاء المجتمع المدني جاء السكين. مره اخرى هنيئا لجمعه بنيصا وهنيئا لاقليم ناظور بهذه هذا المرفق وهذه المنشاه. شكرا لكم. الحب الكريم زاد مصنف الجامعه المدنيه انا سي راهول انه جنى الله الرحمن الصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول المرسلين وبعد بدايه السيد الرئيس مجلس بلدي لبني انصار السيد الرئيس مجلس بلدي لاقليم ناظور السيد مجلس بلدي لسلوان بالمناسبه لهم يطرح السيد الرئيس على المشروع الجديد ونتمنوا له التوفيق ان شاء الله. وهذا كذلك يكون من النماذج لان ما نبقاوش نعتمد فقط على التنميه ديال الجماعه. ممكن يعني الرئيس يكون عنده مبادرات ويشرف رجال الاعمال ولا الناس الاقتصاديين في مشاريع اللي غدير دخلا على ابناء المنطقه، خصوصا كنعرفوا بانه الجامعات كتعاني بشكل كبير خصوصا الشباب ديالها وكنعرفوا الاكراهات اللي كاينه والفرص العمل قليله جدا. اعتقد اليوم كجماعه بني منصار نكونوا فخورين ليس فقط بهذه المعلمه وانما الاخوان خصوصا الساده الرؤساء انهم كيديموا تاكدوا بانه حضور اليوم المعارضه حضور جماعي ولنا من الشجاعه انه نقولوا بها نقولوا ايجابيه خصوصا في دوله الخدام. كثار يعني سي الاخوان هاد سي غندي المرحله هي من الخدمات نشينا كما مواطن توي سياسي ولكن باقي مواطن ولكن اغاري العلاقات الاخوان الطاس تمني غنقنا كي اكار الرئيس فوس فوس هذا معاون غير مصالح العام العون غير مدينة الصباح الطاس الرئيس كيجي المجهود والسادة النواب راه ماني اللي تما هو مسن تشكع خمس طاس الطاس الطاس لان الجماعة هي بنادي هذي وزبارتي هي منظم المستويات لان صحاب خاصة الطاس مشتوالي احراما تريش داغنن تريش داغنن باش تجي من الحفلة يمكن تمر هيكي بزاف
الخوم راه توالا مادام غيدخل انا كيجن كيجن الفاتحه جن معروف الشيء عبد المراكي معروف بزاف بزاف معروف انا سالم اللهم لا تجعل منا ولا فينا ولا معنا اللهم اجرنا من النار بعفوك وادخلنا الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اجمل الى غفرتك اهدنا مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم من المغضوب عليهم والضالين على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. I'm
الطرف انا واسود اسود ديالنا ودير لايك للفيديو وبارطاجي الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جريدة أرض بلادي جريدة وطنية متجددة على مدار الساعة.